السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا بكم في حلقة جديدة مع شاهد جديد في برنامج شاهد على العصر. شاهدنا على العصر في هذه الحلقة والحلقات القادمة السيد حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق في مصر. ولد السيد حسين الشافعي في مدينة طنطا في الثامن من فبراير عام 1918. التحق بالكلية الحربية في السادس من أكتوبر عام 1936 وتخرج منها في يناير عام 1938 التحق بسلاح الفرسان فور تخرجه من الكلية الحربية انضم للضباط الأحرار وكان من المشاركين الأساسيين في قيام الثورة في الثالث والعشرين من يوليو عام 1952 كان أحد أعضاء مجلس كاد الثورة وعين وزيرا للحربية في أول حكومة أسسها جمال عبد الناصر عام 1954، كما عين بعد ذلك وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، واستمر في منصبه حتى عام 1961، حيث عين نائبا لرئيس الجمهورية، وظل في منصبه حتى وفاة جمال عبد الناصر عام 1970، كما ظل نائبا لرئيس الجمهورية في عهد الرئيس محمد أنور السادات وحتى الرابع عشر من ابريل عام 1975 حيث ترك منصبه دون إقاله او استقاله. سيد حسين الشافعي مرحبا بك. حسين الشافعي الطفل في مدينه طنطا حسين الشافعي الطالب في الكليه الحربيه حسين الشافعي الضابط في سلاح الفرسان حسين الشافعي الذي شارك في قيام ثورة يوليو وكان أحد أعمدتها. حسين الشافعي وزير الحربية في أول حكومة شكلها عبد الناصر عام 54 حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية من 61 إلى 75. حسين الشافعي خارج السلطة وخارج الحياة السياسية. حياة حافلة بالأحداث الجسام. وبالامور الهامه التي عاشتها مصر طوال هذه الفتره التي كنت احد الشهود الرئيسيين فيها على الاحداث. ابدا بك من مدينه طنطا من حياه الطفوله كيف كانت طفولتك وكيف كان تاثيرها على حياتك فيما بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله في شهر الهجره النبويه التي كانت منطلقا لعهد جديد لبناء امه ولبناء مجتمع ولاقامه منهج نفتقده الى الان حتى تعود للامه الاسلاميه التي ينكل بها على افاق بعيده وفي مجالات متعدده الى ان تستعيد عزتها وكرامتها بنفس المنهج الذي اقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انني اشكر هذا البرنامج وعلى وجه التحديد ان اكون شاهدا على العصر فهذه امنيه كنت كنت اتطلع اليها لان هذه الشهاده امانه في اعناقنا وواجب علينا وحق للمواطنين الذين ينبغي ان يعرفوا الحقيقه ولنبدا من مدينه طنطا حيث ولدت في الثامن من فبراير سنه 1918 بالمنزل الذي اقامه الوالد وكان برقم سته في شارع حسن باشا رضوان المتفرع من ميدان كيتشنر والغريب اننا اسكن اليوم في المنزل أيضا رقم ستة في شارع وزارة الزراعة عند منزل كوبري ستة أكتوبر ومن المصادفات الغريبة أنني أول ليلة أقضيها في هذا البيت بعد أن تم تأسيسه كانت ليلة ستة أكتوبر سنة ثمانية وخمسين ولدت بطنطة في هذا المنزل واحد من 11 أخ وأخت أنا كنت رقم سبعة في هذا العدد وكنت ما بين الذكور رقم خمسة درست في المدرسه الفرنسيه التي تدعى مدرسه الفرير لمده ثلاث سنوات وكانت قريبه من المنزل ومن الغريب ان اسم هذه المدرسه تسمى باسم القديس لويس ومن المفارقات الغريبه ان والدي الذي كان يعمل باش مهندس لبلدية طنطا نقل ليكون باش مهندس لبلدية المنصورة وسكننا في منزل يملكه عائلة العائلة اللبنانية عائلة الجميل وكان هذا المنزل في الدور الثالث يطل على ميدان الموافي في المنصورة حيث مسجد الموافي وحيث السجن الذي سجن فيه لويس التاسع بعد معركة المنصورة أنا عايز أسأل سعادتك هنا قلت إن من الأشياء العجيبة اسم مدرسة القديس لويس أو مدرسة الفرير ما هو وجه الاستغراب الذي تقصده لانه هي دي كانت اول خطوات الاستعمار الفكري عندما فشلوا في ان يحولوا المسلمين عن اسلامهم يعني انت تعتبر المدارس مدارس الارساليات التي وجدت في مصر طوال القرن ولا زال لها امتداد ووجود الى الان هي يعني بالطبع هي افادت ولكن هي ما جتش عشان سواد عينينا ولا علشان تعلمنا، إنما هي كانت مدخل إن لم تستطع أن تحول المسلمين عن إسلامهم فلا أقل من أن يكون هناك تعاطف ولو فكري بالنسبة لهذه الثقافة أنت شعرت بشيء من التعاطف حينما درست في هذه المدرسة أو شيء من التغير في افكارك كطفل مسلم؟ انا يعني لم ادرك هذا الا متاخرا عندما اتضحت الصوره بما لا يقبل الشك، واصبحنا فعلا بيصدق فينا قول الله كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تكاد تتكاكا الامم عليكم كما تتكأكأ الأكلة على على قصعتها قالوا أو من قلة نحن إذ ذاك يا رسول الله قال لا بل أنتم كثير ولكن كغثاء السيل لكن أنت في هذه المرحلة من الطفولة لم تشعر بأن هناك رواسب معينة رُسبت في ذهنك حينما درست في مدرسة الفرير الفرنسية وأنا في المدرسة دي أنا قضيت فيها ثلاث سنين أب ما انتقل إلى المدرسة الأميرية اللي هي مدرسة القاصد الابتدائية اللي دخلتها سنة 26 في طنطا أيضا في طنطا برضه، م. ثم انتقلت إلى المدرسة الثانوية في طنطا إلى السنة الرابعة لكن أنت أخبرتني أنك حصلت على الثانوية من المنصورة وعندما انتقل والدي ليكون باشمهندس لبلدية المنصورة لحقنا به في سنه 34 لنكون في السنه الاخيره اللي خدنا منها البكالوريا من مدرسه المنصوره الثانوي مؤثرات وجودك كطفل سابع او خامس بين الذكور في وسط هذه العائله، هل لها كان لها دور او تاثير في بناء شخصيتك او تكوينها؟ والحقيقه يعني هذه الاسره كانت أسرة يعني متماسكة إلى أقصى حد وكان بيربطها قيم واحترام متبادل لدرجة إن أنا لم أسمع الوالد وهو ينادي على الوالدة إلا يسبقها بكلمة يا هانم لدرجة إن أنا تصورت إن اسمها هانم وحقيقة الأمر إن اسمها أسماء وهي ام اسماعيل اكبر الابناء بدا باسماعيل ثم احمد ثم حميده ثم فاطمه ثم محمد ثم حسن ثم حسين ثم كريمه ثم سعاد ثم صلاح والاخير كان عبد العزيز بعد حصولك على الثانويه العامه توجهت للالتحاق بالكليه الحربيه هل توجهك للالتحاق بالكلية الحربية في ذلك الوقت الذي كان هناك في احتلال بريطاني لمصر كان ايضا الالتحاق بالكلية الحربية قاصر على ابناء الطبقات العليا تقريبا في المجتمع حتى يستطيعوا ان ينفقوا عليهم في هذا الالتحاق، ما هي الدوافع التي جعلتك تسعى للالتحاق بالكلية الحربية؟ عندما حصلت انا واخي الاكبر من مدرسة المنصورة السنوية على السنوية على شهادة البكالوريا كما كانت حسن تسمى في هذا الوقت الأكبر حسن حسن نعم فذهبنا إلى الوالد في مكتبه وكان سراي البلدية على النيل وكان مكتبه هو في الدور الأعلى بيطل على النيل فلما دخلنا عشان نحييه ونستاذنه قبل السفر الى القاهره للتقديم في الجامعات وفي المدارس العليا فلما دخلنا كان الوالد معه احد الاصدقاء او احد الزائرين ولما علم ان احنا يعني متجهين الى القاهره للدخول في المعاهد العليا او المدارس العليا وفي الجامعات فقال كلمة وما زلت أنا بلوم نفسي على الرد اللي أنا يعني تسرعت فقلته ما هي فهو بيقول ان شاء الله تكونوا رجال عظام زي أبوكم فأنا بدون يعني والكلمة قدر قلت له ان شاء الله حنكون أحسن ولا ما زلت يعني بلوم نفسي على هذه الكلمة هو يسعده ان تكون احسن هو طبعا يسعده انما انا يعني يعني حزنت ان انا قلت هذه الكلمه ولكن يظهر كانت كلمه قدر حينما ذهبتما الى القاهره كان واضح في ذهنك تماما انك رايح تلتحق بالكليه الحربيه؟ والله هي كانت يعني بتتفق مع تكويني واستعدادي من ناحيه الالتزام والنظام أي فأنا في حياتي ملتزم أي التزام؟ التزام ب... ب... بالقيم والمبادئ اللي أنا لمستها في حياتي في طنطا في وسط أهلي مم. يعني أنا جدي لأبوي كان عمدة كفر طه شبره مركز وسنا في المنوفية مم. وجدي لوالدتي كان عمدة مدينة طنطا مصطفى العجيزي واقمنا في طنطا ويعني تقريبا يعني بعتبر طنطا هي المكان اللي انا نشات فيه وتربيت فيه ولكن طبعا تجربه المنصوره اضافت الي ان انا التقي باهل المنصوره بكل ما يمثلوه من اعتبارات وقيم لا ازال اذكرها حتى الان طيب أنا أنتقل معك الآن إلى القاهرة مع شقيقك حسين حينما جئتما للالتحاق بالجامعة بعد حصولكما على الثانوية العامة طبعا ردا على الكلام اللي أنت قلته ما كانش دخول الكلية الحربية يعني إلا بواسطة وكان لي واحد قريب الوالد كان اسمه فتوح باشا كان كبير المعلمين العسكريين في الكلية الحربية لما أنا دخلت الكلية وكان هو يعني من ضمن اللي احنا يعني لجأنا لهم علشان يبقى فيه توصية لكن يعني في حادثة غريبة لأن أنا قدمت في كلية البوليس وكلية والمدرسة الحربية في نفس الوقت وكان أخويا الأكبر حسن كان أيضا مقدم في كلية الشرطة كان سنه بيتجاوز وكان نظره ما يقدرش يخش الحربية فالوالد كان بيخدم معه واحد اسمه رشاد باشا كان مدير في الغربية في وقت من الأوقات والغريب إن رشاد باشا ده أبو يوسف كان اسمه يوسف رشاد والد يوسف رشاد اللي هو طبيب الملك وكان طبيب الملك بعد مسؤول الحرس الحديدي فالوالد كلم رشاد باشا فدخلنا إحنا الاثنين في الكشف الهيئة في الشرطة نعم آه أنا وحسن أخوي كان هو على رأس الاجتماع كان اتنقل بقى وكيل الداخلية وكان هو على رأس الاجتماع رشاد باش رشاد باش وكان من ضمن اللجنة آه واحد اسمه تيت بيه اللي هو راجل انجليزي كان بيتولى برضه الامر في الشرطه زي برضه حكمدار دار العاصمه برضه كان كان اجنبي كان انجليزي يعني احنا نفهم من كده عفوا ان الشرطه المصريه او جهاز الشرطه والكليه الحربيه في فتره الثلاثينيات حينما تقدمت في سنه 35 او 36 ايوه كان البريطانيون يسيطرون عليه. كانوا يسيطرون عليه. يعني احنا لما دخلنا المدرسه الحربيه كان كبير المعلمين كان انجليزي كان اسمه ثوربورن بي وكان يلبس الطربوش ويحضر يجي يدي محاضرات في التاريخ العسكري العام وطبعا بيجيب يعني معارك انتصرت فيها بريطانيا طبعا بريطانيا نعم. وعمرنا ما سمعنا على هذه المعارك نعم في كشف الهيئه يعني ده كله بيوري صوره المجتمع احنا حريصين على نقل الصوره آه. هذه نعم فلما دخلنا قدام اللجنه احنا الاثنين مع بعض فرشاد باشا قال انا والدكم يعني آه آه كلمني و انا ح... يعني هاخد واحد منكم قال لكم الكلام ده في حضور قدام هي... اللجنه هاخد واحد منكم وبص اللجنه قال قالوا تاخدوا مين فشاوروا علي وانا عايز اسيب الفرصه لاخويا اللي ما يقدرش ينجح في الحربيه نعم فقمت قلت بس انا مقدم في المدرسه الحربيه مم. فهو سال قال الكشف بتوع اللي قبلوا في الحربيه جه فقالوا لا لسه ما جاش هو عايز يمشي شغل قال لي يعني لو قبلت في الحربيه وفي الشرطه تفضل ايه قلت له طبعا الحربية قال لي امشي اطلع بره اطلع <applause> <applause> لاعطي الفرصه لاخويا حسن نعم فعلا اخويا حسن دخل الشرطه ولكن ما قعدش فيها الا فتره وبعد كده طلع وراح كلية الزراعة بس هم اختاروك ليه وما اختاروش حسن اختاروني وبعدين انا رجعت على باب الله ما انش عارف لا ما انت قول لي السر اقبل ولا اقبل ولا لا قول لي سر وما اختاروك ليه وما اختاروش حسن وانتوا الاثنين واقفين يمكن كنت اطول منه شويه ولا حاجه يعني مش حليوه شويه عنه لا اهو لجنه بقى انت <applause> عارف يعني حكمها ما حدش عارف ازاي نعم القصد فرحت ماشي على رجلي من كلية الشرطة في اتجاه المدرسة الحربية فرحت متأخر عن المعاد زي انت ما جيت متأخر كده في ال... ف... <applause> بس ما كانش في ايامها زحمة القاهرة دي اعمل ايه فبصيت لقيت اللي قبلهم راجعين وبيقولوا لي مبروك انت قبلت فحتى ما كلفتش خاطري ان اروح نعم. واخدت المعلومات منهم ايه اللي اجهزه واكون امتى موجود وكده وروحت وهو قبل في الشرطه وانا قبلت في الكليه الحربيه انما المهم في هذه العمليه ان كان مقدم معانا جمال عبد الناصر في نفس الدفعه في نفس الدفعه <applause> ولكن هو ما قبلش معانا في هذه الدفعة ايه اسباب عدم قبوله أعداد بتبقى أكتر من العدد المقبول. مم. فا يعني آه يعني أنا قبلت لكن الحربية ما احتاجتش واسطة زي الشرطة في ذلك الوقت؟ هو يظهر يعني إحنا دخلنا مع معاهدة 36 وكانوا عايزين يبقى في نوع من التوسع. مم. ولو إن حد دفعتنا يعني ما كانتش دفعه كبيره كنا 52 واحد فقط اه افتكر منهم مين افتكر منهم واللي كان يعني اخ وعزيز وصديق يعني وكان واحنا داخلين مستجدين كان سريرنا جنب بعضه مم. كان المرحوم الشهيد محمد عبد المنعم رياض نعم وكان في حتى بالاستنزاف ايه استشهد في حرب الاستنزاف سنة 69 استشهد يوم 9 مارس سنة 69 في حرب نعم. الاستنزاف نعم والغريب ان هو احنا يعني كان كل واحد بيبقى واخد نمرة السلاح المخصص له فيبقى فيه عدد من البنادق بعدد الطلبة اللي في العام فنمرة السلاح هي النمرة اللي معروف بيها يعني كل ملابسك تحط عليها نفس النمرة وكده نعم. فكان عبد المنعم رياض نمرة 96 وحسين الشافعي كان نمرة 99 في الوقت ده بقى كان يوسف السباعي موجود في الكلية في الدفعة اللي قبلنا اللي هو الروائي المعروف بعد ذلك يوسف السباعي الأديب والروائي المعروف آه والصديق لأنه ده كان زميل سلاح ويعني عشنا طول فترة الصحراء دي مع بعض وله معزة ومودة كبيرة جدا والسلاح بقى كان يعني بيشمل طاقات غريبة قوي مختلفة يعني مثلا من اللي اعتز بيهم أحمد حافظ مظهر كان برضو أحد زملاء السلاح وكان دفعة جمال عبد الناصر أيضا اللي هو جمال عبد الناصر جاء في الدفعه اللي بعده جه في الدفعه يعني قضى ثلاث اشهر في كليه الحقوق الى ان اعلن عن دفعه جديده اسمها دفعه مارس 37 فدخل فيها درست مع جمال عبد الناصر وتزاملت معه في الكليه رغم انك كنت اقدم منه اه بس هو يعني احنا كنا في في المتوسط لما كان هو في, في الاول في الاعدادي ولكن اتخرجنا في نفس السنه بفارق برضه ست اشهر اللي هي فرق بين الدفعه دي والدفعه دي من ايضا من الشخصيات الاخرى التي عرفت في الحياه السياسيه والعسكريه المصريه زاملك اثناء دراستك في الفتره من 36 ل 38 في الكليه الحربيه والله يعني طبعا السيد زكريا محي الدين نائب رئيس الجمهورية الأسبق، نعم. وعضو مجلس، وأنور السادات،, السادات. أنور السادات. و... يعني من الدفعة يعني في المجال العام يمكن ما كانش فيه حد في بدرجة سفير وكده، لكن نقدر نقول إن علاقتك بجمال عبد الناصر وبأنور السادات وبزكريا محي الدين بدأت أثناء دراستكم جميعاً. في الكليه الحربيه من 36 ل 38 طبعا وجودنا في الكليه كان بيدي نوع من الارتباط والزماله والمعرفه يعني كل انا اقصد هذه كانت بدايه الزماله التي تواصلت بعد ذلك الى الضباط الاحرار الى الثوره الى ما بعد ذلك أه يمكن كانت الكليه يمكن اثناء الكليه بيبقى المعرفه خاصه يا اما بالدفعه يا اما بالعنبر او بالفصيله يعني يمكن ما كانتش الفتره ديت فيها معرفة بجمال عبد الناصر بالقدر الكافي لما تعت ما طلعنا الجيش وطلعنا سوا بقى في الصحراء الغربية أثناء الحرب طبعا زادت معرفتنا تخرجت من الكلية الحربية في عام 39 وهو نفس العام الذي اندلعت فيه الحرب العالمية الثانية وكانت مصر محتلة من بريطانيا وكانت بريطانيا إحدى الدول الرئيسية التي دخلت الحرب أنت تحدثت عن معاهدة 36 وكيف أنكم في دخولكم إلى الكلية الحربية كان مقصود توسيع حجم الضباط هل كان هناك ترتيبات لكي تشارك مصر والمصريين في الحرب العالمية الثانية إلى جوار البريطانية؟ وطبعا يعني إنجلترا لما عملت المعاهدة سنة 36 مع حزب الوفد ومع النحاس باشا على وجه التحديد كان كل الاهتمام ان يجعلوا من مصر قاعده حربيه في توقع قيام الحرب. لان قبل كده كان طبعا بانت البوادر باحتلال ايطاليا ايام موسوليني للحبشه سنه 35 وعصبة الأمم اللي هي كانت بدل الأمم المتحدة في وقتها ما قدرتش تعمل حاجة ولذلك ده كان فيها قضاء على عصبة الأمم. ومصداقيتها الدولية. وبالتالي طبعاً كان في تهيؤ نفسي واستعداد حقيقي وخصوصاً لما هتلر خد السلطة في الثلاثينات. و عملوا المحور بينهم وبين ايطاليا وطبعا كانت دي بوادر قيام الحرب فطبعا اول ما قامت الحرب في سبتمبر 39 كنا احنا بقالنا سنه في الخدمه لان احنا تخرجنا في يناير 38 و اعمالا لاعتبارات المعاهده خدوا ظباط وبعتوهم بعثات لانجلترا انت اخترت سلاح الفرسان ام انك وزعت عليه بعد تخرجك دي بقى قصه اصلا يعني تطلب حكايه لانه ايه كانوا وإحنا في المدرسة الحربية كل اثنين وخميس نروح السواري زي ما كان بيسمى سلاح الفرسان في السابق ونحضر طابور ركوب خيل كان نطلع بالطابور من المدرسة الحربية لحد سلاح الفرسان لأن كان الجدار في الجدار تقريبا ونروح عند الإسطبلات نلقي الخيل مصطفى وكل واحد يجري هو ونصيبه ياخد الحصان اللي يقع فيه فكان في حصان خسيس ورديء زي البشر يعني في كده وفي كده فالحصان ده كان رقم 117 وكان معروف للكل فيظهر في يوم من الايام انا يعني ما غيره طبطقت فما لقيتش الا هو اركب طلعت الطابور كان مين الركب دار بقى اللي هو بيشرف على ال... كان البطل احمد عبد العزيز اللي هو بطل حرب فلسطين 48 اه عام. وكان بقى يعني ايه مثالي وله يعني افكار في مجال الشجاعه والفروسيه وال ف... كان في سدود 80 سم كده بالطين كان مفروض الكل ينطها سواء كان يعني ده اقل مستوى ممكن اي حمار ينط فنهايته واحنا بننط بالخيل طبعا احمد عبد العزيز عارف ان الحصان ده بليه رقبه فجه من وراه وهو كان دايما معاه كرباج كده فراح مطرقع بالكرباج فاذا بالحصان بدل ما ينط راح واخد زاويه قايمه فبالقوه المركزيه الدفع بصيت لقيت نفسي انا في الناحيه الثانيه. فرحت متعلق في رقبه الحصان والحصان بقى هو غيته انه يلقي بالراكب اللي عليه ويروح ينام في الاسطبل. فرهايته قاعد يجري وانا متعلق في الـ في رقبته يجري ويرمح يرمح يرمح, يرمح لحد ما إيدي كلت فرحت ايه؟ سايب نفسي واقع. السكه بقى من مكان مكان التمرين لحد الاسطبلات ومقر السلاح مفروش بالتبن بالبتاع والدريسه نعم. والبتاع. فانا لما وقعت الاسرع جت في ايدي آه. فقعد يجرجرني على الارض لما تقلي ما امكنش انه يستمر اكتر من كده فوقف فانا قمت رحت مديله له قلمين ورحت راكب تاني للحصان راكب اه على الحصان للحصان وراجع تاني لمين للطابور اتاري بقى احمد عبد العزيز مراقب هذه العمليه وبصيت لقيت بيستقبلني استقبال غير ما قال لي انت ظابط شجاع انت مثل البتاع ده انزل نزلني من على الحصان وكان عنده حصان اسمه فهد كان لونه اسود اللي غطيس كده وكان بيعتز بيه وبيحضر بيه حفلات منافسات فروسيه مع الجيش الانجليزي وكان بياخد كاسات وبيكسب بتاع وطبعا الحصان بيبقى عزيز على اللي مدربه صحيح فنزل قال لي اركب الحصان وكان عامل بقى سدود عاليه من اللي بيخش بيها المسابقات قال لي نط فالحصان مدرب وانا ماليش بس الا اني اسيبه على راحته سبته على راحته واذا بيه ينط كل السدود بدون غلطه فاداني اكبر نمره في الركوب وطبعا يعني حط وسطته الكبرى ان انا اخش سلاح الفرسان كان دخول سلاح الفرسان مش بالسهوله يعني اللي... كان بالنسبه للمتقدمين الاوائل يختار نعم. يختار السلاح اللي هو يروحه الاربعه الاول يتم انا ما كنتش من الاربعه الاول نعم. ف وبقى يعني بقيت تقريبا اكاد اكون متاكد ان انا رايح السلاح. وبعدين في يوم التخرج بيجي كاتم اسرار بقى يقول بقى التوزيع على الاسلحه. الملازم حسين افندي محمود الشافعي الكتيبه الثانيه مدافع مكنه خلاص قلت امر الله يعني كده وزعت مدفعيه اه قبل بقى بياخد بناخد 15 يوم اجازه قبل ما نقدم نفسنا للاسلحه وبعديها نروح لقائد قسم القاهره يقول لنا كلمتين ونصايح وبتاع فرحت انا بقى يوميها متاخر غير مكترث يعني ولابس لبس بقى البياده ولفف الألشين وماسك السيف جنبي وروح بصيت لقيت واحد من الصف اللي قداماني بيدور لي كده وبيقول لي ايه مبروك انت رحت السواري اللي هو الفرسان يعني غيروا بقى معرفش اتغيرت ازاي لا ادري وجودك في سلاح الفرسان والذي استمر حتى قيام الثوره وكان سلاح الفرسان له دور رئيسي في قيام الثوره عن طريق الكتيبه التي كنت تراسها الفتره دي فتره الاربعينيات فتره الحرب العالميه الثانيه ومؤثرتها عليكم انتم كضباط مصريين من المفترض انكم وطنيين ومساعي بريطانيا ان تقود كان لك دور في الحرب العالميه الثانيه طبعا م. في سنه 39 انا كانش لسه بقالي سنه خدمه نعم جالي القائد الالاي اللي انا فيه وقال لي بلغ يوسف السباعي وانور البارودي انهم يروحوا مكتب وزير الحربيه عشان رايحين بعثه في انجلترا بعد ما مضت المعاهده ابتدوا يودوا بعثات رحت بلغتهم وبعدين خدني على جنب قال لي انا اصل كنت حاطط اسمك عشان تروح البعثه اثناء انور البارودي مكان في الاستداع وانور البارودي كان يبقى ابن اخته ابن اخت القائد فلما جه يبعت الاسماء كان في الاستداع فقاموا راح حاطين اسمي محله فلما جه ميعاد السفر كان رجع من الاستداح فعايز يوديه فراح حاطط اسمه فيظهر الوزير لما لقى الاسم اسم اتحط واسم اتشال فقام بعد شويه بصيت لقيت القائد باعت لي بيقول لي انت مطلوب كمان تروح مكتب وزير الحربيه رحت البست كان بقى عشان تقابل الوزير نعم. تروح تلبس بقى الجزمة البوت الطويلة دي والبنطلون الركوب وتاخد السيف وتعمل وشغلانة كان بيتي في مصر الجديدة خدت عربية ورحت البست ورجعت على ايه وزارة الحربية كان مين الوزير في ذلك الوقت كان يمه حسين باشا سري غير حسين سري عامر اه حسين باشا سري ده اللي شكل حكومة فيما بعد كان رئيس حكومة اه بعدين لقيت بقى عدد كبير كنا تقريبا حوالي سبعة تمانية ورئيس الأركان كان محمود باشا شكري كان راجل طويل ورفيع كده ودورنا بالطابور قدام وزير الحربية وقفنا لقينا وزير الحربية ده هو كان قصير كده لقيناه بقى مقطوع في الكرسي وحاطط رجليه فوق المكتب. مم. ومع دخول الطابور قدامه بقياده رئيس الاركان بيدور الطابور ما نزلش رجليه من على المكتب. ودي عملت في نفسي يعني احساس ومراره فظيعه جدا. تعتبرها انت من الناحيه العسكريه ايه؟ ده انا بعتبرها يعني تعبير عن الاستهانه بالناس و بتبقى يعني ممكن مركبات نقص لان زي ما سيدنا علي بيقول ما من امرئ احس كبرا في نفسه الا من مهانه اصلها في نفسه انا ما اعرفش عمل كده ازاي وبعدين كانت رتبتك ملازم وقتها كنت انا ملازم وبقيه الضباط اللي كنا ملازمين كنا في الوقت ده م. وبعدين راح اول واحد ساله مين انور البارودي؟ قال له انا يا فندم انور البارودي كان له لازمه معينه كده كان يعمل كده قبل ما يقول اي كلمه ف مين انور البارودي؟ قال له انا يا فندم قال له انت كنت في الاستدعاء؟ قال له ايوه يا فندم قال له عشان ايه؟ ابتدى يحكي له بعدين قال له: كانت يو سي ذات ان انجلش؟ بشخط كده فطبعا قال له: اي واز درايفنج اللوري اند اي ونت تو اوفركم ذا كار ان فرونت اوف مي اند ذن ذا لوري واز كابسايز قال له وات؟ قال له ذا لوري واز كابسايز فعرف يعني انه متمكن من اللغه فايه عدى وبعدين راح سائل يوسف السباعي برضه بالانجليزي انت اتخرجت سنه كام؟ يوسف السباعي ده فنان عشان يفتكر السنه خد شويه وقت فراح معديه ده ما بقالوش سنه بس اه نسيه ما يعرفش انه يعني من وراء هذا يعني راجل قديم بس. عظيم نعم وبعدين سالني لقيته هو بيتقالط، قلت أنا كمان أتقالت مم. قال لي أنت اسمك إيه؟ قلت له حسين الشيخ. قال لي مين أبوك؟ قلت له محمود بيه الشافعي. قال لي بيشتغل إيه؟ قلت له ذا تشيف إنجينير أوف طنطا ميونيسيباليتي. كبير مهندسين في بلدية طنطا. راح مع الدين وهكذا ورثت العمليه على ان انا سافرت انجلترا لمده ثلاث اشهر قبل الحرب العالميه مباشره. كان فتره وجودك في بريطانيا ثلاثه اشهر قبل الحرب العالميه الثانيه، هل غيرت شيء في تفكيرك؟ لا طبعا. م. لان اولا الحقنا بمدرسه المدرعات في جنوب انجلترا في اسمها بوفينغتون وطبعا دي اضافت للواحد وهو في السن الصغير ده تجربة وخبرة ومفهومية وعلم ورجعنا قبل الحرب ما تنتهي مباشرة يعني سافرنا في أبريل ورجعنا في أوائل سبتمبر الحرب العالمية الثانية نفسها هل أنت فهمت أيضا من خلال هذه البعثة أن هي في مقابل أن تساندوا بريطانيا أو تشاركوا معها شو بقى في الفترة دي بقى على طول رجعنا من انجلترا وتشكلت حاجه اسمها القوة الخفيفة. والقوة الخفيفة دي راحت الاول عسكرت في منطقة عند مبابة. وكان في مدينة اسمها مدينة رمسيس كانت بنياها عيشة فهمي ليوسف وهبي. ف مدينة والمصر. على بعضها فكنا إيه؟ القوات كانت نازلة فيها في الفترة دي بقى حصل انه مصر اعلنت انه تجنيب مصر ويلات الحرب وكان رئيس الوزراء في هذا الوقت علي ماهر م. والشيخ المراغي كان شيخ الاسلام قال كلمته المشهوره هذه حرب لا ناقه لنا فيها ولا جمل وبعدين مرت الاحداث واذا بخط ماجينو اللي كان بيعبر عن خط الدفاع الاول للحلفاء مجتمعين في فرنسا تم اختراقه بعد 15 يوم من الحرب من الالمان. واللي اخترقوا مين؟ رومل. وعمل ثغره وطوق البتاع ده ومن يوميها بقى الدفاع الخطوط الدفاعيه اللي خط واحد كده ما بقتش هي بقى. نعم. وتغيرت النظريه الحربيه انه تبقى فيه جزر مقاومه كل جزيره يعني وده يمكن نفس الصورة اللي حصلت في غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب كانت بنفس العملية دي نفس النظرية فنادق من حواليها من كل الجهات ودفاع من كل الجهات القصد لما طلعت القوة الخفيفة وفي سنة 40 حصلت إن خط ماجينو تم اختراقه نعم والكل تصور بقى إن الحرب هتنتهي بالشكل ده لأن خط الدفاع الرئيسي اللي كانوا بيقولوا يعني شيء لا يمكن اختراقه فطبعا موسوليني له تطلعات فافتكر إنه بقى ما دام الحلفاء خسروا المعركه الاولانيه باختراق خط ماجينو انه بقى ايه فرصه ان هو يحقق اماله اللي بيتطلع اليه فراح هاجم على مصر هجم على مصر واحتل الارض لحد سيدي براني في الصحراء الغربيه وهجم على اليونان وتصدى له القائد اليوناني في هذا الوقت واضطر ان الالمان يخشوا بالحرب عشان يحموا الحليف بتاعهم في المحور قبل الاوان فدخلوا عند اليونان وخلصوا العمليه في هذه الفتره طلب او تم السعي لنزع الاسلحه من الضباط المصريين بسبب رفضهم المشاركه مع الحلفاء وتزعمت انت وتزعمت انت هذا الامر و يعني تم التحقيق معك في الحلقه القادمه ابدا معك من هذه النقطه التمرد لا وهو كذا. الذي تزعمته مع الضباط المصريين وهو كذا. كعدم تسليم السلاح للبريطانيين وعدم المشاركه في الحرب العالميه كما اتناول معك ايضا حرب فلسطين وبدايه تشكيل تنظيم الضباط الاحرار شكرا جزيلا الله. لك شكرا شكرا, شكرا شكرا سعاده النائب كما اشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم في الحلقه القادمه ان شاء الله نواصل الاستماع الى شهاده السيد حسين الشافعي نائب رئيس الجمهوريه الاسبق في مصر في الختام انقل لكم تحيات فريق البرنامج وهذا احمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته